البطوله هذه ما هي سهله، عندها مستوى تقول اكثر من بطولات العالم. علاش؟ لان يعني على مثال بطولات العالم شاك ناسيون تختار ممثل واحد للبلد هذاك في كل ميزانات، لكن الدورات العالميه تقدر تلقى مثلا اربع رياضيين نفس البلد في نفس الميزان، وهذا يحق لك بزاف عراقيل. و يعني كما قلت لك عندها ست نيفو مونديال، واحتكيت مع افضل الرياضيين في العالم، والحمد لله قدرت نفرض وجودي، ومازال ان شاء الله الخير.